بحضور الرئيس السيسي ورئيسة المفوضيات الأوروبية، مصر تستضيف غدا فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وزارة المالية تواصل صرف دفعة جديدة من دعم المصدرين تشمل 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفورية. التضخم والهجرة وحرب غزة وأوكرانيا أبرز نقاشات بايدن وترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى. التاسعة بتوقيت جرينتش، الثانية 10 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بكم. بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضيات الأوروبية أرسولا فاندرلاين، تنطلق غدا فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يستمر على مدى يومين. وتتواصل فعاليات المؤتمر على مدى يومين تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير، وبحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رافعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية. وتتضمن فعاليات اليوم الأول جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، فيما ستخصص جلسة نقاشية ثانية حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية. وتتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودورها في دعم القطاع الخاص. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ أحمد يعقوب، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ أيمن، وأهلا بالسادة مشاهدي دي إم سي. أستاذ أحمد، بداية، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يستمر على مدار يومين خلال هذه المرحلة. طبعا الحقيقة المؤتمر بيأتي في إطار أن مصر والاتحاد الأوروبي علاقة تاريخية وعلاقة مهمة جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، والحقيقة طبعا مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بيدي أهمية كبرى للمؤتمر اللي بيستمر على مدار يومين، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. هي طبعا حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي 2023 بيسجل 31 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد. والحقيقة طبعا المؤتمر بيأتي في إطار أن مصر لديها خريطة استثمارية متنوعة في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع السياحة. مصر تستهدف سنويا معدل استثمار أجنبي مباشر أو Foreign Direct Investment بقيمة بتتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار على مدار 6 سنوات المقبلة. إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي بتستهدفها مصر 100 مليار دولار، وبالتالي المؤتمر هو فرصة أمام صناع القرار المصريين لعرض الخريطة الاستثمارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. والحقيقة طبعا في اتفاقيات وقعت مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وبالتالي على مدار ال4 سنوات المقبلة ستأتي تدفقات ما بين الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، أو ما بين الاتفاقيات اللي سيتم توقيعها كمان خلال المؤتمر بكرة وبعد بكرة اللي بيشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا أتوقع أن الفترة المقبلة مع الزخم الخاص بالخريطة الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أن سيتم يعني ضخ مزيد من الاستثمارات الأوروبية في كل القطاعات ذات الأولوية وتحديدا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، نظرا للخريطة الاستثمارية المتنوعة في محطة بنبال للطاقة الشمسية. أو في عندما نتحدث عن شراكة فنحن هنا نتحدث عن مصالح متبادلة ما بين الطرفين، إذا كانت المصلحة المصرية في جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، ما هو العائد الذي سيعود على الاتحاد الأوروبي من الشراكة مع مصر؟ هو الحقيقة طبعا في نقاط رئيسية بتستهدف الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي يعني تعزيزها والتعاون
في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة هي مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وكمان الأمن والهجرة غير الشرعية، ملف الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى كمان يعني مصر لاعب إقليمي مهم ويعني فاعل في العديد من القضايا الدولية، وطبعا أعمال القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا وأمن البحر الأحمر وأمن البحر المتوسط. هذه القضايا بتحتل دايما يعني صدارة المناقشات بين مصر والاتحاد الأوروبي في الفعاليات المستمرة والنقاشات المستمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة الأوروبيين، ما بين اتصالات هاتفية، ما بين لقاءات في مؤتمرات دولية متبادلة بطبيعة الحال. شكرا جزيلا أستاذ أحمد يعقوب، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية. أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي نمو المعروض النقدي في مصر بنحو 27.2% على أساس سنوي في مايو 2024. كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع المعروض النقدي بمعدل 16.59% على أساس سنوي في يناير 2024. وبحسب بيانات المركزي بلغ المعروض النقدي 8.989 تريليون جنيه، ارتفاعا من 7.71 تريليون قبل عام. كما أظهر تقرير المركزي المالي الشهري الصادر عن المركزي المصري اليوم تراجع احتياطات البنك المركزي إلى 454 مليارا و314 مليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 454 مليارا و406 ملايين بنهاية إبريل السابق عليه. تواصل وزارة المالية صرف دفعة جديدة من دعم المصدرين لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن بلغ حوالي 62 مليار جنيه للمصدرين. وأضافت وزارة المالية أن 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفورية بدأت أمس في صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل ويوم 8 أغسطس 2024. وأشارت الوزارة إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات في موازنة العام المالي المقبل بإجمالي 40 مليار و500 مليون جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أولا، أعلنت وزارة المالية عن أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين والذي تم صرفه للشركات المصدرة منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن بلغ حوالي 62 مليار جنيه للمصدرين. أهمية هذا الرقم وما هو انعكاسه على الاقتصاد المصري؟ زي ما حضرتك ذكرتي، احنا من اول اكتوبر 2019 بدأنا في تنفيذ عدة مبادرات من خلالها نقدر ان احنا نسدد المتأخرات من رد الاعباء التصديرية. وقدرنا من خلال المبادرات ان احنا نسدد 62 مليار جنيه لأكثر من 2700 شركة على مدار الخمس سنوات الماضية. ده كان ليه طبعا مردود إيجابي على الشركات والمصانع، لأن قدروا يفضلوا محتفظين بالعمالة وقدروا إن هم يزودوا، في منهم قدر يزود من الطاقة الإنتاجية وبالتالي يزود من الصادرات. طبعا كان الفترة اللي فاتت برضو كان فيها تحديات اقتصادية كثيرة، منها فترة الكورونا ومنها الفترة اللي بعدها اللي كان فيه تحديات عالمية اقتصادية ومنها طبعا مصر. فالدعم اللي احنا اديناه للشركات واللي صرفته في شكل نقدي
قدر ان هو يساعدهم في تخطي الفترة الصعبة دي، وزي ما قلنا ان هو في منهم، بل بالعكس في منهم قدر يزود من الطاقة الانتاجية وقدر يزود من الصادرات بتاعته. شكرا جزيلا دكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسية. ركزت جهود الدولة وأجهزتها المختلفة خلال السنوات العشر الماضية على تنفيذ أهداف خطة التطوير والتحديث للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العامة، ومن أهمها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للنهوض بأداء الشركات وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والصادرات. في إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي، تواصل وزارة قطاع الأعمال العامة مساعيها المستمرة لإقامة المزيد من الشراكات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة لها من خلال إعداد خريطة استثمارية بالمشروعات والقطاعات والشركات والمواقع الجغرافية، وتوفير الدراسات الخاصة ببعض المشروعات في القطاعات الصناعية المختلفة. ففي قطاع الطاقة وفي إطار استراتيجيات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، اتخذت الوزارة خطوات جادة لتنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألمنيوم بنجاح حمادي، وذلك بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية. وفي قطاع الغاز والنسيج، تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير الصناعة، والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي. وفي قطاع الأدوية، ركزت الوزارة على المضي قدما في خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية في الشركات التابعة، بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية طبقا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. أما في قطاع الصناعات المعدنية والتعدينية، فتولي وزارة قطاع الأعمال اهتماما كبيرا بتطوير شركات مصر للألمنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكولين، وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها. ودائما ما تؤكد وزارة قطاع الأعمال العامة على تطبيق سياسة الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كافة القطاعات المختلفة، وكذلك تطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول ورفع كفاءة الشركات والمصانع، وذلك تحت إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهماته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية. افتتح وزير الري هاني سويلم ونظيره لجنوب السودان بامي دانج محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور في ولاية جونغلي بجنوب السودان. وقال دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن أحد أبرز أشكال الدعم الذي قدمته مصر إلى جنوب السودان كان تعزيز منظومة القياسات المائية. وأضاف سويلم أن محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور تم إنشاؤها بمنحة مصرية لتوفير بيانات رصد حقيقية للمناسيب والتصرفات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مصر ستستمر في تقديم كل أشكال الدعم لجنوب السودان في المرحلة المقبلة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الجاري الإعداد لها. قال وزير الإسكان عاصم الجزائر إنه يتم الآن تكثيف العمل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في 4 مدن هي السادات وحدائق العاصمة والعبور الجديدة والخامس عشر من مايو. وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الأربعة أعمال الطرق والمرافق والزراعة وتنسيق المواقع بجانب متابعة أعمال الصيانة والنظافة بمواقع أخرى للمبادرة. وقال الجزائر إن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تأتي على رأس المشروعات القومية التي تتولى تنفيذها الوزارة، حيث أنها تسهم في توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار مناسبة لمختلف شرائح الدخل خاصة شريحة محدودي الدخل، وكذا توفير مئات الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى فرص الاستثمار والمساهمة في تنفيذ مخططات الدولة التنموية، بالإضافة إلى أنها تسهم في خلق
أو غلق ملف البناء على الأراضي الزراعية والعشوائيات عبر توفير بديل آمن مخطط وبأسعار مناسبة. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة فجر اليوم، وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلية منازل وسط قطاع غزة وخياما تأوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن طيران الاحتلال قصف منزلا في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد سيدة وطفلة وإصابة آخرين بينهم أطفال. كما ارتقى شهيدان عقب قصف منزل في شارع البيئة بالمدينة، كما أصيب مدنيون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تأوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدنية أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين. قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن ما لا يقل عن 557 ألف امرأة في غزة يواجهن انعداما حادا بالأمن الغذائي، وهو ما يجبر الكثيرات على تخطي واجبات أو تقليل ما يتناولونه لضمان إطعام أبنائهن. وأضافت الهيئة أن الأعباء الملقاة على عاتق النساء في أثناء الصراعات تزداد ويقيد وصولهن إلى الخدمات، و تعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر، كما تزداد مخاطر تعرضهن لكل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها للتصدي لذلك الوضع، منها السماح بالوصول الإنساني دون عوائق لجميع سكان غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان، وتوفير خدمات الوقاية من سوء التغذية وعلاجه، واستعادة الإنتاج ونظم السوق، بما في ذلك إعادة تأهيل نظم إنتاج الغذاء في أقرب وقت. هذا ويشهد الوضع الإنساني في غزة تدهورا سريعا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتعمد استهداف قوات الاحتلال لمنشآت القطاع الصحي، ومع النقص الشديد في الموارد الأساسية التي تحتاجها الأسر للبقاء على قيد الحياة، يتعرض أطفال غزة بشكل خاص لمخاطر كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات سوء التغذية. لا تزال آلة القتل الإسرائيلية تحصد أرواح أطفال غزة في خضم حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع منذ 7 من أكتوبر الماضي. فالقطاع يعيش ظروفا إنسانية غير مسبوقة في قسوتها، تصل إلى حد المجاعة في بعض المناطق، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود. وفي ظل هذه الظروف المأساوية، فقد قرابة 3000 طفل إمكانية العلاج من سوء التغذية الحاد في جنوب غزة، مما يعرضهم لخطر الموت، إذ أن استمرار أعمال العنف والتهجير المروعة تعطل إمكانية وصول الأسر اليائسة إلى مرافق الرعاية الصحية وخدمتها. فسكان غزة الذين يواجهون يوميا تحديات كبيرة للبقاء على قيد الحياة ليس لديهم رفاهية تقديم الغذاء المناسب لأطفالهم، كما أن الخطر المحدق المتمثل في إصابة الأطفال الأكثر ضعفا بالأمراض نتيجة سوء التغذية يشكل مصدر قلق إضافي. فعلى الرغم من التحسن الطفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى الشمال، حصل تدهور كبير في إيصالها إلى الجنوب، حيث أظهرت النتائج الأولية لفحوص أجريت مؤخرا في المحافظات الوسطى والجنوبية في قطاع غزة أن حالات سوء التغذية ارتفعت منذ الأسبوع الثاني من مايو، عندما سجل إيصال المساعدات الإنسانية تراجعا كبيرا بسبب تصعيد الهجوم على رفح الفلسطينية. ولا تزال الصور المروعة تأتي تباعا من غزة، والتي تظهر أطفالا يموتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الطعام والمواد الغذائية وتدمير خدمات الرعاية الصحية. التقارير كلها تشير إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتعمد استهداف قوات الاحتلال لمنشآت القطاع الصحية المنهكة أصلا، ومع النقص الشديد في الموارد الأساسية التي تحتاجها الأسر للبقاء على قيد الحياة، يتعرض الأطفال بشكل خاص لمخاطر كبيرة، حيث يؤدي نقص الغذاء والماء النظيف إلى انتشار الأمراض وسوء التغذية، ومن ثم ارتفاع معدلات الوفاة.
فمن لم يمت منهم بسلاح المحتل واجه شبح الموت جوعا بسبب الحصار العقابي الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال على أهالي القطاع. هذا الوضع الكارثي يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة شماله وجنوبه، حيث يلوح في الأفق شبح المجاعة، ما يحتم سرعة وقف العدوان الإسرائيلي وفتح المعابر الإنسانية لإغاثة أهالي غزة وإنهاء معاناتهم. خاض الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب حوارات حادة حول التضخم والهجرة وحقوق الإجهاض والسياسة الخارجية، وذلك خلال المناظرة الرئاسية الأولى التي جرت اليوم. وبدأت المناظرة بالحديث حول التضخم، حيث قال بايدن إن ترامب تركه مع اقتصاد يعاني من الفوضى، وأنه خلق فرص عمل وخفض تكلفة الأدوية. وردا على ذلك ادعى ترامب أن نمو الوظائف في ظل إدارة بايدن كان مخصصا فقط للمهاجرين غير الشرعيين. كما أشار دونالد ترامب الذي وصف بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة إلى خروج الولايات المتحدة من أفغانستان خلال العام الأول من رئاسة بايدن، وصفا ذلك بأنه اليوم الأكثر إحراجا في تاريخ أمريكا. وحول التضخم والاقتصاد الأمريكي، قال بايدن إن ترامب كافأ الأثرياء خلال فترة ولايته وترك له اقتصادا مدمرا. وفيما يتعلق بالهجرة، ألقى دونالد ترامب اللوم على سياسات الحدود المفتوحة التي ينتهجها جو بايدن في ارتفاع معدلات الجريمة. وفي حديثه عن الحرب الأوكرانية، ادعى ترامب أنه قادر على حل الغزو الروسي لأوكرانيا قبل توليه منصبه. وفيما يتعلق بالحرب على غزة، انتقد ترامب بايدن لمحاولته منع إسرائيل من الفوز في الحرب ضد حماس، فيما ذكر بايدن أن خطته تتضمن تبادل المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين واستمرار وقف إطلاق النار بشروط إضافية. في إيران، بدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في انتخابات مبكرة لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي. يتنافس على رئاسة إيران 4 مرشحين، هم كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي ورئيس البرلمان محمد باقر ووزير العدل السابق مصطفى بور محمدي والمرشح الإصلاحي مسعود بسكشان. ويبلغ عدد الناخبين في إيران أكثر من 61 مليونا من مواطني البلاد، البالغ عددهم أكثر من 85 مليونا. يتم فرز جميع الأصوات يدويا، ما يعني أن إعلان النتيجة النهائية لن يحدث قبل يومين على الأقل. يواصل النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة فاركو في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة في 7 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 28 للمسابقة. يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز 15 بجدول الدوري برصيد 25 نقطة. ويأمل الأهلي في مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة والاستمرار في ملاحقة منافس بيراميدز صاحب المركز الأول. يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على سموحة في 7 مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري. يفتقد بيراميدز في هذا اللقاء جهود اللاعب أحمد سامي ووليد الكرتي بسبب الإيقاف، كما يغيب رمضان صبحي بسبب قرار لجنة مكافحة المنشطات بإيقافه مؤقتا. ويتصدر فريق بيراميدز جدول الدوري برصيد 62 نقطة جمعها من 25 مباراة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 39 نقطة من 26 مباراة. ختام نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة.